إلى ذلك أكد مدير مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة في دول مجلس التعاون الدكتور حاتم علي أن تجربة مملكة البحرين في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص تعد تجربة مشرقة نظرا لدورها البارز في خلق مفهوم مشترك وتعريف واحد لدى مختلف أجهزة الدولة المعنية في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، ما ساعد في تدعيم منظومة العمل وتعزيز فاعليتها. فعل وليس فقط مجاملة أو ليس فقط في سياق الحديث، هي نموذج يحتذى به في مجال المواجهة الجادة لتحدي الاتجار بالبشر المفروض على كافة دول العالم، بخاصة الدول ذات الدخل الاقتصادي الكبير وذات المردود التجاري العالي مثل مملكة البحرين. هذه الرغبة والإرادة السياسية انعكست أولا في شراكة المملكة من خلال اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وهو الأمانة العامة للاتفاقية الحاكمة لجهود مكافحة الاتجار بالبشر، ثم في إنشاء اللجنة الوطنية في حد ذاتها ووضع القانون الوطني وإنشاء مركز حماية ورعاية ضحايا الاتجار في البشر في إطار اللجنة الوطنية وفي إطار هيئة تنظيم سوق العمل. كل هذه خطوات اتخذتها الأمم المتحدة كخطوات إيجابية وبادرة تنم على أن دولة مملكة البحرين تريد في الحقيقة مواجهة هذا التحدي وتريد أن تكون نموذجا ليس فقط على المستوى الإقليمي ولكن على المستوى الدولي. سافر رئيس اللجنة الوطنية والأعضاء الفنيين من الجهات المختلفة من العمل ومن القضاء ومن النيابة العامة والشرطة إلى المحافل الدولية لتقديم منظومة رعاية الضحايا ولتقديم منظومة الإحالة الوطنية التي كانت الأولى على المستوى الإقليمي في المنطقة العربية.